مرة أخرى مشاهدينا نتابع مع حضراتكم هذه المشاهد الحية من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأيضا تابعنا مع حضراتكم منذ أمس القصف متواصل حتى على باحات المستشفيات، حتى أن مستشفى القدس أعلن أنه سيتوقف خلال ساعات جراء نفاد الوقود، وأيضا حتى القصف على المستشفى الإندونيسي والرنتيسي. كل هذه المشاهد نتابعها مع حضراتكم قبيل القمة العربية في العاصمة السعودية الرياض. زي ما انت قلت جمانة، وكما نتابع الآن على الهواء مباشرة، لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة استهداف للمدنيين في كل أرجاء القطاع.